وصل الاتحاد مطاردته المثيرة للنصر على صدارة دور المحترفين السعودي بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه نجران بهدف إلى فوز بهدفين على ملعب الأخدود. مساء الجمعة تقدم فريق نجران في الدقيقة العاشرة بهدف سجله البرازيلي جاتسون سانتوس، ونجح لاعب الوسط الإيفواري ديدييه ياكونان في تعديل الكفة للعميد بعدها بسبع دقائق، قبل أن يتمكن مختار فلاتة من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء. الفوز الرابع على التوالي رفع غلة رجال المدرب المصري عمرو أنور إلى 12 نقطة تقدموا بها للمركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فريق النصر الذي تفوق على الشعلة بنفس النتيجة مساء الخميس. تقدم الهداف محمد السهلاوي للعالمي بعد مرور 23 دقيقة على انطلاقة اللقاء، ثم تمكن الشعلة من إحراز هدف التعادل عبر المدافع سلطان طميحي في الدقيقة 61، بعدها بدقيقتين فقط سجل السهلاوي المتألق هدف حامل اللقب الثاني، ولحساب نفس الجولة فقد الشباب أول نقطتين له في المسابقة بعد تعادله مع الأهلي بدون أهداف. التعادل تراجع بالشباب للمركز الرابع برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف خلف الهلال الذي حقق فوزا كبيرا على ضيفه الخليج بثلاثية دون رد بواقع هدف للبرازيلي تياغو نيفاز وهدف للنجم المخضرم ياسر القحطاني. في باقي نتائج الجولة الخامسة تجاوز الفتح بطل الموسم قبل الماضي نتائجه السلبية وحقق فوزه الأول على حساب الخليج بهدفين لهدف، وافتتح هجر لقاءات هذه الجولة عصر الأربعاء بفوز هام على الرائد بنفس النتيجة، وتعادل العروبة مع الفيصلي بهدف لمثله في نفس اليوم. الجولة الخامسة لأهم وأقوى البطولات في المملكة شهدت تعادلين فقط وست انتصارات نصفها خارج القواعد، واستقبلت الشباك خلالها 17 هدف في 8 مباريات بنسبة تزيد عن هدفين في كل مباراة. أخيرا وفي سباق الهدافين ظل الثنائي نايف هزازي نجم الشباب والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي ظل في الصدارة برصيد 5 أهداف لكل منهما. ده تقرير عن الدوري السعودي. زي ما عودنا حضراتكم الفترة الأخيرة بنحاول بقدر الإمكان نكون مواكبين لكل الأحداث ولكل الدوريات العربية والعالمية، وده أمر الحقيقة بيسعدنا وبيسعد كتير جدا من أصدقائنا الأعزاء في مختلف الدوريات، وإن شاء الله بكل الدوريات هنكون موجودة معاكم خلال الفترة المقبلة بإذن الله، حتى في دوريات صغيرة يعني حابين إنها تبقى موجودة معاكم، وفي دوريات بنحبها، في اخواننا في لبنان لازم نبرزهم، وفي اخواننا في الاردن لازم نبرزهم، واخواننا في البحرين، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نكون موجودين في كل الدول في هذه يعني الاونه زي ما بيقولوا. يعني عندي ماتشين كمان من الدوري الهولندي، عندي فاينورد اللي بعد ما سابوا كومان واضح ان عنده مشكله. بصوا شكل الملعب وجماله، بصوا شكل الملعب وجماله يا جماعه، انا الحقيقه هتجنن. فاينورد بيلعب مع اياكس يعني بصوا من الثانية 51 واياكس مسيطر، بعدين فاينورد يوصل، والعرضة دي فيها سحر واضح يعني انه بعدين هدف جميل جدا لاياكس في الدقيقة في الشوط الدقيقة الرابعة بعد اربع، بصوا العرض والعرضة يعني دي طبعا فرصة لا يمكن تضيع، اللي قلت له من فضلك ضيع لك لا والله ما اقدر اضيعها، وفي النهاية بيخسروا يعني. فاينورد عمل كل حاجة في الكرة، ده لو وقع بنالتي طبعا، بص ده كمان اقول له ضيعها مش هيعرف يضيعها، وبص تخبط في رجل الباك وتخبط في رجل الجون والتاني، الحارس متألق، حارس اياكس متألق، لكن هي دي كرة القدم، من فرصة تجيب جون ومن 100 فرصة ممكن ما تجيبش ولا جون. فاينورد بيخسر على ملعبه امام اياكس 1-0 بريكاردو فاراين. بي اس في اندوفن بيستعيد مرة اخرى ثقته بنفسه وبيسجل بدلا من الهدف 4 في شباك كامبول. جون ديونج بيسجل الهدف الاول في الدقيقة 21، الجون حلو قوي يا جماعة، الملعب بس الجون ده عمل ايه؟ عمل كارثة،
يعني طب المدرب يخصم لمين؟ يخصم الارض ولا يخصم لمين؟ يعني ده هدف فليمز يعني هو خلاص فقد اتزانه. بتحصل يا جماعه بتحصل، حصلت فينا وحصلت في اضخم مننا. يعني جيبري بروما بيسجل الهدف الثالث الدقيقه 78، وكالعاده لابد اللعيب من اصل عربي يسجل، يعني ما ينفعش يخلص الدوري الهولندي اي اسبوع من غير ما حد من نجومنا العرب يسجل. ادم ماهر بيسجل الهدف الرابع لبي اس في ايندهوفن عشان تنتهي المباراه برباعيه لفريق بي اس في. عايز اقول لكم بقى على لقطه حصلت من شويه في الدوري الانجليزي، وعايز اقول لكم بس قصه الدوري الانجليزي وجمهوره. اسوأ دوري في اسوأ جمهور في العالم كان جمهور انجلترا، الهوليجانز دول، دول اصعب جمهور تتعامل معاه في حياتك، وكان جمهور كل مباراه عامل بلاوي وعامل مصايب. مظبوط ولا انا غلطان؟ طيب كويس. النجم التاريخي لفريق تشيلسي هو لامبرد. لامبرد بعد 13 14 سنه مع تشيلسي مشي، قال خلاص، جاله عرض، هما بيروحوا كده في اخر حياتهم في امريكا، مفيش ضرايب هناك، وبياخدوا قرشينات حلوه مع الاعلانات مع الحدوته، فبيستمتعوا بحياتهم. بيكام عمل كده، بيكن باور عمل كده، تيري انري عمل كده، وبليه عمل كده، والعديد من النجوم الكبار عملوا كده في امريكا. فلامبرد لما وقع هناك فالجماعه بتوع مانشستر سيتي قالوا له عم انت قدامك 6 شهور، ما تيجي تقعد معانا 6 شهور دول. والمهم ايه، وصلوا الى ديل، الى اتفاق. كان الكلام ان النهارده هو كان نجم تشيلسي الاسطوري 13 14 سنه، فما ينفعش النهارده يبقى موجود الجمهور والجمهور هيقولوا له يا لامبرد حبيب امك، يعني الحاجات الحلوه اللي احنا بنسمعها دي، يا لامبرد بنحب والدتك، ويولعوا له كم شمروخ وضربوهم في قفاه وفي وشه وفي صدره، ده كان الطبيعي يعني ولا ايه؟ هوليجانز بقى سكرانين ضربين الجعه اللي هي البيره، واحد واخد له سطر كده مش كده برضه ولا ايه؟ واحد ضرب له كاسين حاططهم مكان الشاي في الترمس وداخل بيهم ومونون، ده الهوليجانز. ها فلامبرد لعب، لامبرد سجل التعادل للمان سيتي، الجمهور كله اللي هو النجم التاريخي بتاع تشيلسي وبيسجل الهدف في شباك فريقه، الجمهور كله بيسقف له. رد الفعل عن لامبرد عمال يبكي بكاء، وكانه ده يعني ما سابهمش وما قالوش امك وابوك واللي جابوك واللي خلفوك، ابدا. رياضه. عايز اقول لكم المشهد ده كان في مصر سنه 92، كان النجم الكبير علاء ميهوب كان احد نجوم النادي الاهلي، بينجي النادي الاهلي قرر الاستغناء عنه رؤيه فنيه، بلغوا طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمود صلاح وربيع ياسين انتوا مش موجودين، محمود وطاهر وعلاء، محمود وطاهر وربيع قرروا الاعتزال. علاء قال لك انا عايز العب، فراح نادي الاولمبي في اسكندريه. كنت انا بلعب المباراه دي، مباراه كانت في ملعب المقاولين العرب، والاهلي كان اهلي والمقاولين كان صغير يعني. كرة اتلعبت بالعرض، علاء ميهوب حط وش رجله فيها رشقت في المقص، جون. ده بقى قدام عينيا، ما حدش بيحكي لي يعني، ما مش ده انا اللي شايف. وفوجئت بعلاء ميهوب ده مش قادر يقوم من مكانه وانفجر في البكاء. انا اللي داخل فيها الجون، ها؟ رحت حضنته. انا داخل فيها الجون في مباراه في الدوري العام واهلي واولمبي، وعلاء ميهوب كان زميلي لحد كام شهر. وبقول لكم الكبار طاهر ابو زيد وربيع ياسين ومحمود صلاح اعتزلوا، على قال لك العب، يشاء ربنا انه يجيب الجون ده. وبعدين يقوم، فكل جماهير النادي الاهلي عماله تسقف له بلا استثناء. يعني المشهد ده كان موجود في مصر لما كان عندنا جمهور، وما زال عندنا جمهور محترم، 99.9 جمهور محترم، الواحد من عشرة هو اللي موقف لنا الحال. لو عرفنا نجيب لقطه لامبرد يبقى كتر خيركم، بكاءه ودموعه والجماهير بتعمل معاه ايه؟ ده الفارق. جمهور محب، جمهور عاشق للكوره وللنادي وللاعب. احمد فتحي يا خاين يا ابن الخاينه، ويعلقوا له يافطه
ليه؟ عمل ايه احمد فتحي؟ راح المصري هو كلام انه هيرجع في يناير، كلام كتير انه راجع في يناير، فرقته عماله تخسر هناك. عمل ايه؟ راح يروح قطر، يروح السعوديه، يروح الامارات، يروح البحرين، يروح فرنسا، يروح ما يروح، ايه المشكله؟ وبعدين انتوا قلبين على احمد فتحي عشان في قطر، وابو تريكه لما بيحلل في قطر حلو؟ لا اله الا الله، ايه الكلب ميكالين ده؟ وقلنا قبل كده ده راجل موظف، ده موظف في قناه، او راجل متعاقد، اسف، متعاقد مع قناه، متعاقد مع نادي، متعاقد مع شركه، متعاقد مع مصنع، متعاقد مع اي حد، وبيشتغل وبيسعى على اكل عيشه وعلى رزقه. تحلقت له وفت عيني سباب وشتائم غير عاديه لمجرد انه سافر. فده حصل مع علاء ميهوب، حصل النهارده مع لامبرد في الدوري الانجليزي اللي هو كان اسوا جمهور. بس ارجع اقول لكم تاني، وده الملف اللي انا عمري ما هقفله، هو ليه انجلترا عملت كده وليه احنا بنعمل كده؟ ليه انجلترا بتجري لقدام في السلوك وفي الدوري وفي مستوى الدوري واحنا عمالين نرجع لورا؟ اقول لحضرتك عندك وقت؟ طب كويس. انه في كأس العالم الماضية في البرازيل كانت في مباراة، كان الجماهير المنتخب الانجليزي كان مرشح انه يعدي شوية يعني. السلطات الانجليزية بعتت للسلطات البرازيلية باسماء حوالي 1450 مشجع انجليزي، 1452 مشجع انجليزي، دول ممنوعين من دخول الملاعب في انجلترا وفي كل الدول. ومش كده بس، ده السلطات الانجليزية منعتهم من السفر من انجلترا للبرازيل، ووزعت صورهم عشان ما يركبوش طيارة من اي مكان يروح بيها للبرازيل، فيتسببوا في افساد متعة الناس بكأس العالم، لان دول متعلم عليهم، وبالتالي ما يقدروش يتحركوا من انجلترا طوال فترة كأس العالم. احنا بيحصل عندنا ايه بقى؟ النادي ياخد الجوازات، والنادي يجيب التأشيرات، سواء الاهلي او الزمالك لحد قريب يعني، والنادي يجيب التأشيرات، والنادي هو اللي يساعد في الانتقالات، والنادي هو اللي يساعد في البيات، ثم في النهاية نظهر بمظهر سيء للغاية. ناس كتيرة جدا كلموني، منهم النهاردة دكتور نبيل العقامي الحقيقة، قال لي ازاي يتسمح لهم بالسفر، وازاي بعد ما عملوا مشاكل في تونس وفي المغرب وحتى في اليابان وفي دول افريقية امبارح يبقى هذا المشهد في الكاميرون. الناس متجننة، فين السلطات؟ فين ادارات الاندية؟ وبعدين كمان اللي بيكلموني بيقول يلا طب انتوا عايزين الدوري يرجع بجمهور ازاي، وده يبقى ازاي شكل الجمهور المصري هنا؟ يعني اذا كان 30 واحد اثاروا الشغب هناك، واحد اتقبض عليه وتدخل القنصل وتدخل الكابتن علاء عبد الصادق وخرجهم، طب هنا هنعمل ايه؟ هنا مفيش خشة، مفيش حياة، ومطمن وظهره محمي وما عندوش مشكلة وما عندوش ازمة. فالناس بيسألوني هم دول الواجهة بتاعت مصر، ومين اللي سفرهم، وازاي بيسمحوا لهم بالسفر، وبيسافروا ازاي، والفلوس منين؟ وانا حكيت لكم قصة الفلوس. فالسؤال، هم دول الواجهة بتاعتنا؟ هم دول العنوان للجمهور المصري، ولا انتوا شايفين ايه يا جماعة؟ الكلام ده مهم جدا. هل ادارات الاندية لها دخل في مساعدتهم في التأشيرات؟ لحد قريب، انا معرفش السفرية اللي فاتت ايه عشان ما بقاش كذاب، ايام ادارة الكابتن حسن حمدي، ايام ادارة ممدوح عباس، كانوا بيجوا لهم تأشيرات وبيساعدوهم على امل ان هم يتلموا بقوا كويسين، لكن واضح انه مفيش امل، والمشهد بتاع امبارح كان مشهد مسيء جدا، والغرامات في انتظار النادي الاهلي من جديد. هروح لفاصل وارجع لحضراتكم من جديد.